اعطيك 1000 ب 1500 يجيك منه 15 ريال. تفضلي. انا عندي مشكله في سحب الفلوس في التيك توك لي اسبوعين الحين، عدم اكتفاء البيانات. انت سويتيها؟ لا. كيف اجي اسحبين فلوس؟ حولنا التحويل. تحويل من تركيا؟ انا عندي باللايف 4000، نبغى نحول اعانات عشان البرد وكذا، اعطينا رقم حسابك بنحول لك فلوس. احنا في واحد نقلها هذه الاسم، اسمي في واحد قاعد نقلها الكلام. ما بعرف شلون بدي ابعث لك. هو قولي لي يا انت، قولي لي الرقم والاسم، اسم البنك. انا بسجل عندي فاتحه ملاحظات. بس انا عندي بنك يا روحي. ما عندك بنك؟ ما عندي بنك. من اللي طيب وين تروح فلوس التيك توك؟ يا عم نقلك جوعانين الان. انا لما ادعمك يا ام ايوب وانت ما عندك حساب بنكي، كيف تاخذين فلوس وتاكلين؟ بعدين الجوعان كيف عنده جوال ونت يا ام ايوب؟ ليش حطيتي فلوس في الجوال؟ انا الجوال ما هو لي. ها حق مين؟ اعطوني جيراني مشان ادق له حتى عشان ناكل وعشان نعيش. هم اللي قايلين لكم انتوا اطلعوا بث و... والله قدام الجوال. ايه طب كل كم يعطونك الفلوس؟ 10 ايام. كم يعطونك؟ 200 300 ايش ده يوفوا؟ 200 تركي. يعني كم 200 تركي محمد؟ 200 تركي ده كم يعني؟ 25 ريال. اعطيك 1000 ب 1500 يجيك منه 15 ريال. هم ياخذون نسبة صح؟ ايه. اسد ب 1500 ريال عشان يعطيك منه 25 ريال والباقي في بطونهم. زين ام ايوب انت اجباري تفتحين بث؟ يقولوا لك اجباري تفتحي بث؟ والله اجباري. خلصت فيهم يا جماعة، فضحتهم. الله يجزيك يا رب. والله ناس غلابة قسما بالله يا جماعة، والله ما يدري. والله حرام، أقسم بالله حرام.